السلام عليكم. تحية لرواد المنتدى الثقافي، شكرا سيد علي على الكلمات الطيبة التي لا أستطيع ردها. لا ناس حولي إذا ما كنت في الناس، لا صوت إلا كمحبوس بأنفاسي، ولست أدري أيأسي جاء من أملي أم جاءني أملي من شدة الياس. هكذا افتتحت ميسون السويدان قصيدتها لا ناس حولي. في الحقيقة نحن اعتدنا في المنتدى الثقافي أن نقرأ أحد الشعراء في كل مرة، وجاء دوري في هذا الشهر واخترت ميسون السويدان لأسباب عديدة، ومنها أنها هي من الأشخاص الذين استوحينا منهم إنشاء المنتدى الثقافي منذ سنين، وأنا أتابع صالون ميس إذا تسمعون به. ميسون التي حولت دارها في الإسكندرية والآن في بيروت إلى ملتقى للشعراء، وجعلت هناك من يصور هذه اللقاءات ويجعلها على الإنترنت ليستفيد منها الجميع. فشعرت من حينها بأهمية التسجيل وأهمية نشر ما لدينا أيضا هنا من ثقافة حتى يستفيد منها جميع العالم. تنحدر ميسون السويدان من أصول كويتية، وهي ابنة الشيخ والداعية المشهور والدكتور في هندسة البترول طارق السويدان، وهو من أشهر الدعاة الإسلاميين في العصر الحديث، وهو يملك أيضا شركات تدريب واستشارات إدارية واقتصادية في الوطن العربي تجمع العلم الحديث بالجودة العالية. كان مديرا لقناة الرسالة حتى أقاله مؤخرا الوليد بن طلال بسبب معارضته للانقلاب العسكري في مصر وتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، تأييده للعمل الإسلامي السياسي بشكل عام. لديه 23 كتاب في الإدارة و4 في الإسلام و7 في التاريخ مع المئات من المحاضرات والتسجيلات. أما ميسون فلقد اتبعت سيرة أبيها في التحصيل العلمي. في عندنا أشخاص بألف رجل بل بمليون رجل. خريجة المدرسة الأمريكية الدولية في الكويت، حصلت على منحة الجدارة تقدمها وزارة التعليم العالي، فذهبت وأنهت برنامجها الدراسي في جامعة هارفارد بوستن في عام 1999، ثم حصلت من جامعة جورج تاون في واشنطن عام 2003 على بكالوريوس في السياسة الدولية بالتركيز على تبادل ممثلي الدول في السياسات الدولية، وحصلت على شهادة في الوفاق بين المسلمين والنصارى، وحصلت من جامعة توفتس في بوستن على ماجستير فلسفة في عام 2011، ودرست العلوم الأزهرية في الأزهر في مصر عام 2009، وحصلت من الجامعة الأمريكية في القاهرة على الماجستير في الدراسات العربية في الفلسفة الإسلامية، إضافة إلى شهادة دبلوم التخرج في الدراسات الإسلامية، وكانت أطروحة الماجستير بعنوان فلسفة الفارابي في اللغة والمنطق، وكان أستاذها هو شيخ الأزهر الحالي الشيخ طيب. وكتابة الفلسفة وقد اختصت بعلم الكلام، وأيضا اهتمت بقضايا المرأة. درست الدراسات العربية، درست قصائد المعلقات تحت إشراف الشاعر والعالم الدكتور فاروق شوشة، ودرست كورسات في الأدب العربي للخريجين تحت إشراف الناقد الأدبي المعروف دكتور محمود الرباعي، ودرست اللغة الفرنسية في معهد فولتير للغة الفرنسية في الكويت، ثم في معهد تورين في فرنسا، ثم في المركز الثقافي الفرنسي في القاهرة. كانت ميسون أو ميس كما يطلق عليها أصدقاؤها رئيسة جمعية الطلبة المسلمين في جورج تاون يونيفرسيتي، تذكروا هيدا بعد ما نحكي هلا بعد شوي. وأول امرأة يتم انتخابها لتمثل اتحاد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وإحدى الأعضاء المؤسسين للجمعية الوطنية لمثقفي الجامعة في جورج تاون في واشنطن، وشاركت في مؤتمرات عديدة للكتاب الطلبة، وحصلت على الميدالية الذهبية في المسابقة الوطنية للإلقاء في الكويت، وعلى المركز الأول في مسابقة السقاف للشعر. تتحدث ميسون السويدان الإنجليزية والفرنسية والعربية ببراعة كبيرة، ولها معرفة واسعة في اللغة الألمانية، وتستطيع قراءة اللغة اليونانية، كما أنها تهتم بالشعر العربي وكتابة الفلسفة، واختصت بعلم الكلام، واهتمت بقضايا المرأة والفلسفة الصوفية، وتحب الترحال والسفر وتمارس رياضات عديدة.
سكنت القاهرة وكانت تمتلك صالون، طبعاً درجة ظاهرة الصالونات في العالم العربي في ذلك الوقت، فكان صالون ميس في منزلها يدرس به يدرس به علوم الأدب ويجتمع الشعراء الفصحى، وتقدمهم ميسون كل يوم جمعة من كل شهر في حي الزمالك بالقاهرة، ويكون الحاضرين عدد صغير ويجب أن يوافق الأعداء بالصالون على الناس المدعوة، فهو يستضيف كبار شعراء الجيل المعاصر وناقدين من مصر وخارجها، ولا توجد أي رسوم تدفع أو مكافآت، وتوجد فيديوهات عالية الجودة عن صالون ميس، فقط روح على اليوتيوب حط صالون ميس تجد كثير من هذه الفيديوهات. والآن تسكن بيروت وهي تعد لنفس الشيء، رأيت إعلان على موقعها باستقبال القصائد والاستمارات لتأسيس صالون ميس في بيروت، وأعتقد أنها سوف تستقر في بيروت، أكثر شيء مرتاحة بيروت. يظهر من كتابات ميسون أنها فتاة قد نشأت في عائلة شريفة ومحافظة وتتحلى بالديمقراطية، فلذلك هي صريحة جدا، فهي تقتبس من القرآن لتعبر عما بداخلها، وقد ألفت العديد من قصائد الشعر، منها كلما مد نحو النور أجنحة يزيده القيد بعدا عن أمانيه، كطائر ورق طرت من يده بالخيط يسقطه بالخيط يعليه، هذه أنا لعبة في الصبح تؤنسه في الليل تحضنه في القبر تبكيه، روحي فداه إذا ما الموت واجهه، ضممته ضمة بالجلد تحميه، وضمني كلحاف ما يصد به برد الشتاء وعند الصيف يطويه، إن زارني لم أصدق أنني معه، حسبتني في سماوات أناجيه، وخلتني نجمة والبدر ينظرها، إن يقترب تنفجر مما تلاقيه، أخرجت كل حصادي بهجتي لعبي، أعطيته كل حاجاتي لأرضيه. وقد تحدثت ميسون سويداء عن المرأة وقالت أنها خلقت من ضلع أعوج، فألفت قصيدة تسمى بيان الضلع الأعوج، أقرأ إليكم بعض القصائد فقط. قل ما تشاء عن النسوان في بلدي، لا يثبت الحكم إذ يبنى على العدد، واسمع حديثا بنور العقل متصلا، إن البصيرة لا تحتاج للسند، عود أنا بين أخشاب تشابهني، فاحكم على الروح لا تحكم على الجسد، وهل وصلت إلى الدنيا بلا رحم حتى تفرق بين البنت والولد؟ إلى متى سيظل الفجر كان أبي؟ إلى متى سيظل الفخر كان أبي؟ كأنما الأم لم تحمل ولم تلد، كلا الغبي وذات العقل مرتبط، ويسألاني لماذا شب معتقدي؟ أتسألاني متى صارت معقدة؟ لما تزوجتما أنجبتما عقدي؟ انتقد كثير من الناس الشاعرة ميسون السويدان بسبب ما قالته في أنها بحثت عن الله في أراضي مكة ولم تجده، فقام العديد من الناس بمهاجمتها بدون رحمة، وقد اتهمت حتى كفرت واتهمت بكثير من التهم، فردت عليهم، لم تسكت ميسون عن ما اتهمت به، وطالتها الشائعات بأنها غيرت دينها إلى دين المسيحية، واستغل بعض المبشرين هذا الخبر ونشر الإشاعة أكثر، وذلك بعد أن نشرت صورة لها عبر فيسبوك دون الحجاب. خلعت، هي ذهبت إلى الهند في رحلة روحية، وفي تلك الرحلة خلعت الحجاب، فانتشرت مهاجمتها. طبعا هي مشهورة بين الإسلاميين لأنها بنت الشيخ طارق سويدان، ومشهورة بين الأدباء لشعرها وأدبها، وانتشر الهجوم شنيع على الشيخ وعليها في ذلك الوقت، ورد الشيخ قائلا: ابنتي ميسون اليوم في عمرة بعد اعتكاف يومين في المسجد النبوي، ليس من شأن أحد التدخل في خصوصياتي وأسرتي، وليس من سياستي فتح الباب لنقاش ذلك، وهذه آخر مرة أسمح بذلك، بعدها سأحجب كل من يتدخل في أسرتي. وأضاف: والحمد لله أن حسابي وحسابها ليس بأيديكم، ثم ماذا سيستفيد السائل وأمثاله من نقل هذه الإشاعات، خاصة أنه لم يستفسر بل طرح الأمر وكأنه قد حدث فعلا. أنا أذكر أمور إحنا نعاني منها بشكل يومي، فممكن أن تروها بهذه الصورة. وكتبت ميسون السويدان على حسابها على الفيسبوك:
تحت الصورة، طبعا بس نشرت الصورة، هذا ما كان مكتوبا تحتها: ليس لي في الكون، ليت لي في الكون قلبا واحدا يسأل عني، لي أنا وحدي لذاتي لا لأني أو لأني، ليتني من غير اسم، ليتني لا شيء مني. قالت هذه ميسون أيام الهند، ميسون التي راحت تبحث عن الله بعيدا عن أي دين أو ملة، ميسون التي اكتشفت أن أعظم حجاب بينها وبين الله هو حجاب الناس. وتابعت ميسون التي نزعت عن عقلها كل ما ورثته من حجب وبدأت من جديد، ميسون التي لم تضع قطرة مكياج أو زيف على وجهها لمدة سنتين، ميسون التي كانت سعيدة لأول مرة في حياتها كما تبدو بعيدة عني الآن وسط كل هذه العقائد والصريعات والأسماء والحسابات والأقنعة. أتظنونني سأسكت عنكم يا مكفرون؟ لا والله لن أسكت، لم أتمسك بديني كل هذه السنين في الغرب حتى يأتي المسلمون ليسلبوني إياه. لقد وعدنا الله، لقد عدنا والله إلى الجاهلية، أنتم تعذبون المسلمين بالشتم حتى تخرجوهم من دينهم، وأنا والله لن أخرج من دين الله ولو كره المكفرون. هذا الدين الذي تدافعون عنه ليس بديني، هذا صحيح، أنا دين الإسلام والرحمة وأنتم دينكم التكفير والنقمة. لم أذهب إلى مكة لأرى من يدعي أنه يمثل الدين يضرب أرجل النساء بالعصا ويهشهن كالغنم. أنا لست بعيرا بيد راع، أنا إنسانة جاءت لتلقى ربها. لم أذهب إلى مكة كي أرى متاجر إسرائيل على بعد